أهلا بكم. اقترن مفهوم الوطنية بالمشاعر الصادقة تجاه الوطن وفي مختلف الظروف دفاعا عنه والقبول بكل مكونات مجتمعه في إطار الهوية الوطنية الكلية، لكن هذا المفهوم أخذ معنى مغايرا في العراق بعد العام 2003، إذ حولت القوى السياسية والميليشيات الطائفية الوطنية إلى سيف مسلط على أصحاب المواقف والأصوات المناهضة والرافضة للغزو الأمريكي ومشروعه السياسي، قاصرة الوطنية على نفسها وتياراتها فقط. مفهوم الوطنية الحالي في العراق هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: كيف حولت القوى السياسية والميليشيات الطائفية مفهوم الوطنية إلى صوت عذاب ضد مناهضي ورافضي مشروعها الطائفي؟ وهل فعلا صار مفهوم الوطنية في العراق مفهوما سلطويا بحتا ومخيفا؟ وما هي المخاطر المترتبة على ربط مفهوم الوطنية بأيديولوجية السلطة الحاكمة؟ وكيف يمكن إعادة فكرة الوطنية إلى معناها الحق الذي تشوه خلال المرحلة الماضية؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني، تيسير الآلوسي. عندما يحاضر السارق بالأمانة والفاسد بالنزاهة تصبح تلك المصطلحات جوفاء بلا معنى ينبذها الشعب وتتشكل عنده ردة فعل سلبية تجاهها، فكيف إذا كان المحاضرون بتلك المصطلحات سياسيين جثموا على صدر البلاد لسنوات طويلة؟ منذ الغزو الأمريكي للعراق وتشكيل منظومة حكم جديدة تتردد في خطابات الساسة وشعاراتهم كلمات الوطنية، متغنين بها مدعين انتماءهم إليها، أحزاب ومحاور وائتلافات كلها ترفع شعار الوطن الواحد. لكن السؤال الذي يطرحه الوطن الممزق: ما هو مفهوم الوطنية بالنسبة لهؤلاء الساسة، وأين دلالات تطبيقه على أرض الواقع؟ الجواب تظهره التبعية المحضة والصريحة لإيران من قبل حكومات ما بعد الغزو، إذ لا يخفي قادة الأحزاب والتيارات والكتل تمجيدهم لثورة الخميني، وصار الحديث عن الولي الفقيه في العراق أكثر من الحديث عن حضارة العراق نفسه. هذا من جهة، ومن جهة أخرى كان ظهور الميليشيات المسلحة أكبر ضربة للنسيج الوطني من خلال ممارساتها الطائفية العلنية ضد السكان الذين تعرضت مناطقهم لحرب مدمرة عام 2014. وحتى في التركيبة السياسية تهيمن أحزاب ذات لون طائفي معين على فصائل القرار والمؤسسات الرسمية، بينما أحزاب الطوائف الأخرى مجرد هياكل كرتونية لا رأي لها ولا قرار إلا بما يتوافق مع التوجهات الإيرانية الطائفية. ورغم حقيقة الواقع يستمر الساسة برفع شعارات الوطن والمواطنة، الأمر الذي أدى إلى نشوء تنافر وتباعد بين تلك المصطلحات والشعب الذي يدرك زيف تطبيقها على مدى عقد ونصف، وبالتالي يأسه من نشوء مشروع وطني جامع في ظل استمرار المنظومة الحالية في حكم البلاد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي ستبحث في مفهوم الوطنية اليوم في العراق الجديد. ضيوف الطاولة: الدكتور رافع الفلاحي، الكاتب والباحث السياسي، ودكتور عبد الحميد العاني، مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين. سيكون معنا من العاصمة الهولندية أمستردام الأكاديمي والخبير في الشؤون السياسية الدكتور تيسير الآلوسي. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا معنا. مرحبا بكم بالضيوف الكرام. أهلا وسهلا دكتور، مرحبا بك. دكتور رافع الفلاحي، نتحدث عن مفهوم الوطنية في العراق ما بعد عام 2003. لنبدأ، مفهوم الوطنية في عرف السلطة، القوى السياسية التي تحكم اليوم، ما هو مفهومها، نظرتها للوطنية، من هو الوطني، ما هي محددات الوطنية في تعريف قوى السلطة اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ ماجد، علينا أولا أن نقول أن كل الأوطان في الدنيا قامت بفضل عاملين أساسيين. العامل الأول هو توفر الواقع أو الموقع الجغرافي والتاريخي، الواقع الجغرافي والتاريخي، والثاني هو توفر الإرادة الثقافية والسياسية. العاملان اللي ذكرناهم هم التي يعني هم اللي قامت عليهم كل الأوطان في الدنيا. في قضية العامل الجغرافي والتاريخي، نحن في العراق لدينا يعني حدود محددة، لديك حدود معروفة، لديك تاريخ
وثقافة معينة ولغة معينة وكل هذه الأجزاء، وهذه كلها متوفرة في العراق. في قضية هنا الكارثة التي نحن بصدد بحثها وسؤال حضرتك فيها، نعم، في قضية توفر الإرادة الثقافية والسياسية. نحن بلد غني مثل ما هو معروف، أنت لا يكفي أن تكون غنيا لكي تعيش حياة يعني جميلة ولامعة وليست ملمعة، وحياة طيبة يحسدك عليها الآخرون. الحقيقة غير هذا، أنت تحتاج إلى وعي، قدرة في تصريف هذا المال، في قدرتك على قياس هذا المال وتصريف هذا المال وكيفية صرف هذا المال وأين يوضع هذا المال. نحن في هذه القضية لدينا أدوات كثيرة في العراق، لدينا موارد كثيرة، وأولها الموارد البشرية الهائلة من ثقافات وثقافات متراكمة ودرجات علمية متراكمة ودراسات متراكمة، ولدينا أيضا خبرات متراكمة، ولدينا ثروات طبيعية، معادن ونفط وغيرها. لكن قضية التعامل مع هذه الثروات سواء البشرية أو المادية تعامل سيء. من عام 2003 لحد الآن لا ينظر إلى هذه الموارد إلا نظرة جزء يحتاج إلى حلبة، يحتاج إلى تسخيرة لخدمتنا لتحقيق أحلامنا. كل القوى السياسية اللي موجودة في العراق لديها ارتباطات خارجية، لديها أجندات خارجية، فبالتالي تستخدم هذه الموارد الموجودة في العراق مع وجود الجغرافيا والتاريخ الذي لا يعني شيء بالنسبة لهم، مع وجود كل هذا يستخدمون هذه الموارد البشرية والمادية لخدمة أجندات خارجية. فبالتالي مفهوم الوطنية ضاع في هذا الإطار، ضيعوا مفهوم الوطنية. الشعب عندما يراقب مفهوم الوطنية يحتاج إلى مراقبة مفهوم الوطنية أو قياس مفهوم الوطنية عند هؤلاء الساسة الذين يمثلون العملية السياسية. عندما يجد أن كل هذه القوى فاسدة تستغل ثروات البلد، تعامل الناس، تنتهك حقوق المواطن، تستخدم البلد كثروة لصالح غيرها، تستخدمه حتى سياسياً وإعلامياً وثقافياً لصالح أجندات خارجية، وتتكلم بالوطنية، نعم، يجد أن هذا المفهوم الوطني اللي يتكلمون به هو مفهوم الرث، مفهوم غير إنساني، غير واقعي. لذلك هناك حالة من الكره لهذا المفهوم بدأت يعني تطفو على السطح عند المواطن، لأن من يتفوهون بالوطنية لاحظ أنه في كل الانتخابات اللي تأتي لنا بالفاسدين دائماً، وهذا التكرار، يعني هذه عملية تكرار هذه الوجوه نفسها الفاسدة، عملية تدوير النفايات هذه كلها تتكلم بالوطنية بالشعارات الوطنية، لكن الحقيقة في تطبيقاتها غير شكل. أنا أذكر مثلاً أحد الصحفيين اللي يشتغلون في إحدى الصحف البريطانية بالإندبندنت، نعم، كتب قبل فترة، وهو له ثلاث كتب عن العراق، كتب قبل فترة قال: أينما ذهبت في بغداد أجد عبارة مكتوبة وشعار مكتوب: الحسين منهجنا في بناء الإنسان والوطن. لكن وجدت كل الطبقة السياسية التي تحكم العراق بعيدة عن هذا المنهج، بعيدة عن منهج الحسين، وهم يدعون أنهم حسينيون ويدعون هذه القضية ويتكلمون بلغة وطنية عالية جدا جدا. وعندما لاحظت عدت إلى يعني النسب السكانية وماذا يعاني العراق، وجدت أنه 30% من العراقيين، أكثر من 30% تحت خط الفقر، دولارين باليوم، يعني ما نتحدث عنه دائما نقول يأكلون من المزابل. وجدت أنه إحدى الشركات الاتصالات في عام 2005 عندما كان إبراهيم الجعفري رئيس الوزراء دفعت إحدى الشركات الأجنبية اللي أسست التليفون النقال دفعت رشاوى 21 مليون دولار، جزء من عدها راح إلى رئيس الوزراء والباقي إلى الوزراء الموجودين، وهذه القيادات نفس الآن اللي تحكم طوال 16 سنة. فوجدت أن البلد هذا، نعم، حديث عن 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 الوطنية حديث غير طبيعي، غير منطقي، غير قابل للتصديق. فبالتالي المواطن ردة فعله باتجاه الوطنية، باتجاه هذا المفهوم، بدأ يعني ملتبساً: هل هذا مفهوم الوطنية؟ فبالتالي ضاعت مفاهيم
مفاهيم راقية مثل الوطنية. لماذا قوى السلطة، القوى السياسية الموجودة الآن تركز كثيراً على الخطاب بالثوب أو بالغلاف الوطني، شعارات وطنية، مسميات التيارات والأحزاب كلها وطنية، وتؤكد خاصة قبيل الانتخابات أن هذا التيار وطني عابر للطائفية عابر للقومية، تركيز مبالغ فيه؟ هو الحقيقة هو ما ينقص الناس، هم يعتقدون أن في كلامهم هذا يغازلون الناس، يحاولون خداع الناس بهذه القضية. لكن الناس في الحضيض في كل شيء. ما هي هذه القضية؟ هم سيكذب واقع ويصدق بالشعارات؟ هي هذه القضية، هم يمارسون شيء ويقولون شيء. نعم. هم يمارسون، يركزون في ممارساتهم على الهوية الصغيرة ويضربون الهوية الجامعة، الهوية الوطنية الكبيرة، لكن في أحاديثهم في لجمع الناس وهم يعرفون ما الضرر عليهم من الهوية الوطنية الجامعة؟ هذه تفقدهم، لأن الهوية الجامعة ليس فيها تفرقة، ليس فيها سني وشيعي وكردي وعربي، هذه الانتماءات الدينية المذهبية القومية هذه غير موجودة، وهم في عمليتهم السياسية قائمة على هذه المحافظة. سنتحدث دكتور عن قضية التناقض بين مفهوم الوطنية ومفهوم أو بناء العملية السياسية على ركائز طائفية وعرقية. دكتور عبد الحميد العاني يتحدث دكتور رافع عن شعارات وطنية، مسميات وطنية ترفعها قوى السلطة وتضفي طبعا عليها قضية الوطنية وثمة تركيز. يعني بهذا الخطاب هل أصبحت هذه قوى السلطة فعلا وطنية، خاصة وأنها تقر أن بدايات المشروع، بدايات العملية السياسية كان قد نهجا طائفيا وعرقيا، لكن الآن هناك تجربة مريرة ويبدو ثمة دروس قد استخلصت، وأيضا هناك فشل بسبب هذه النزعة الطائفية والعرقية. الآن تيارات وطنية، على الأقل هل المجتمع يصدق الآن، يعني يتقبل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لجميع الأساتذة الضيوف والمشاهدين الكرام. حينما نتحدث عن هذه القضايا في ظل العراقي عقب الاحتلال، لا بد أنه لا نفصل بينها وبين الجوانب الأخرى التي جاء بها الاحتلال الأمريكي. الاحتلال لم يأتي فقط بجانب عسكري، وإنما مشروع متكامل فيه جوانب سياسية واقتصادية وبما فيها الثقافية. المشروع الأمريكي جاء إلى العراق لتفتيته وتقسيمه وتدميره، تدميرا اقتصاديا، تدميرا سياسيا، تدميرا عسكريا، وتدميرا ثقافيا. فجملة أو جزء من هذا التدمير الثقافي هو تدمير هذه المفاهيم وتشويهها وتغييرها أو إخراجها عن إطارها أو معناها الحقيقي. اليوم نتحدث أو تسأل أنت عن هؤلاء السياسيون في السلطة اليوم، هل وعوا الدرس؟ هل اكتشفوا الخطأ ويريدون التصحيح؟ كل المرات السابقة التي رأيناها فيها أيضا قبيل مرحلة من مراحل الانتخابات يرفعون مثل هذه الشعارات ويقولون أنه هذه يجب تصحيحها ويجب أن نعود إلى الوطنية وغير ذلك. هم يريدون بهذه الأمور أو هذه الشعارات أو هذا الاكتشاف أو ادعاء الاكتشاف أنه للخطأ، هم يريدون فقط محاولة الضحك على الذقون، سواء كان عالميا ليظهروا أمام المجتمع الدولي بأنهم جادون للتغيير وللإصلاح وغير ذلك، وأيضا للضحك على من بقي، يعتقدون من بقي من الشعب ربما لاستمرارية هذه المهزلة، مهزلة العملية السياسية واستمرارية بقائهم هم في السلطة، وما هذه الوطنية إلا شعار يتغطون به لاستمرارية هذا الأمر. هل فعلا هم اكتشفوا هذا الخطأ؟ كل المجريات السابقة والأحداث السابقة هم نراهم أنهم يتخذونها فقط لتصفية الحسابات فيما بينهم البين. يعني حتى حينما ينتقد هذا الحزب أو هذا الجهة أو تلك، ينتقدون هذه القضية الطائفية والمحاصصة وغيرها، هم لا يقصدون بها الانتقال إلى الوطنية، لأن الوطنية مثل ما قال الدكتور هي متناقضة، لا يمكن أنه تجتمع مع الطائفية ومع السيادة وغيرها. ثانيا، هذه الوطنية إن تحققت هي لن تحقق لهم بيئة آمنة للسلب وللنهب، فبوجود هذه الابتعاد عن الوطنية، لأنه الوطنية باختصار كما ذكرت في المقدمة هي حب الوطن، هؤلاء كلهم هم أدوات لتدمير هذا الوطن. فعليه إذا كان هو فعلا يتخذ منهج وطني، فمعناها أنه يجب أن يتخلى هو أولا، فضلا عن الطائفية والحزبية وغيرها، يجب أن يتخلى عن تبعيته للخارج، للأجنبي.
يجب أن يتخلى عن أنانيته وعن سرقاته وعن نهبه وعن فساده وعن ظلمه لهذا البلد وتدميره له وظلمه للناس. إذن هنا لا يوجد استقامة بين المعنى الحقيقي للوطنية وبين منهج هؤلاء، لا يوجد، يوجد انفصام لدينا بين الشعار وبين العمل. يعني جزء مما جاءت به أمريكا إلى العراق، نعم، التي اكتشفناها هذا الأمر، هي قضية الانفصام، الواقع شيء والشعارات التي ترفع شيء آخر بما فيها شعارات الوطنية. وحتى يعني ربما في قبيل كل انتخابات نرى أن الجميع يتسابق لهذا، وحتى أنه الأحزاب أو مسمياتهم الكتل وغيرها نرى أن هذه أصبحت مثل اللعبة بيدهم يتلاعبون بها، وصولا ربما هو هذا جزء أيضا مقصود، يريدون أن الناس تكره هذا المفهوم، نعم، ويجعلون الشعب العراقي ضائعا وتبعا أيضا تبعا لمصالحه ولا يبحث عن المعنى الحقيقي أو المنهج الحقيقي للوطنية. نعم، على أشرت إلى أنه استخدام قوى السلطة لهذا المفهوم وابتذاله جعل ربما جعل هذا المفهوم مكروها ومنفرا عند المجتمع. بس. دكتور تيسير الآلوسي، لماذا تصير مفردة الوطنية ومفهوم الوطنية مفهوما مبتذلا منفرا مكروها من قبل المجتمع عندما يكون سلعة بيد السلطة، مغنم تغدغ شيء منا على مواليها، وأيضا في نفس الوقت هو سيف مسلط أو صوت عذاب على الرافضين؟ يعني هذه يعني قضية خطيرة جدا. شكرا جزيلا لهذه الاستضافة، والتحية لجمهور القناة وجمهور هذا البرنامج. آملا أن نصل بهذه الطاولة إلى مفردات أولية لموضوعها اللي يركز على الوطنية. تحية لضيفيك وما قدمه بشأن الموقف في العراق بين الوطني وبين ما يحكم فعليا في البلاد. أخشى ما أخشاه أن التيار الذي يتحكم بالوطن في الوقت الحاضر، وأنا سأركز على مفردة وطن ووطني، نعم، هو في الحقيقة جهة ليس لها علاقة بالوطن والوطنية إلا الألفاظ وليس الأسماء ومسمياتها، الألفاظ التي تريد أن تغطي بها عبر الفوضى السائدة بمختلف مستوياتها وأشكالها على الوعي الموجود وسط الشعب العراقي في الوقت الحاضر في المرحلة الراهنة منذ 2003 يوم التغيير الراديكالي حتى يومنا هذا. باعتقادي أن أسس الوطنية عندما ولدت تاريخيا مع ولادة الدولة في العصر الحديث سواء في أوروبا أو في أنحاء العالم كان موجود لدى المعارضة، وهي تسعى لتمثيل الصوت الشعبي الإرادة الشعبية في إطارها الجغرافي المتحد بصفة كأنه البيت، البيت للإنسان، هو المألوف لهذا الإنسان الذي يدافع عنه لأنه الرحم الذي يحيا فيه بشكل مباشر. دعني أقول أيضا أن الوطنية لم تأتي اعتباطا، وإنما هي تعبير عن تطورات في النظم السياسية في إطار ولادة الدولة، تعبيرا عن الوجود الشعبي بوضع معين. والمشبه الأمور بطريقة من يسكن فندق وعلاقته به، ومن يسكن مبنى آخر هو البيت وعلاقته به وارتباطه به. الآن القضية ليست ضمير وأخلاق وسمات سلوكية فقط، وإنما مع وجود الدولة الحديثة، ويفترض بالعراق أنه ولدت الدولة الحديثة المعاصرة منذ 1921 حتى يومنا، الآن هذه الدولة يفترض بها أن تنتمي إلى العصر بقوانينها وبطروحاتها اللي ولدت مع ولادة الجمهوريات على سبيل المثال والدول الجمهورية في مثال وأنا أتحدث معك من هولندا، في هولندا في القرن 16 حتى القرن 18 كانت هناك يعني التجربة الجمهورية بمعنى الدفاع عن الوطنية كما يقول الهولنديين باتريوتن. هذول الوطنيون هم في الحقيقة أقاموا ليس شعارات وإنما مبادئ عيش حقيقية، ثقافة وجودية لهذا الشعب
وللأقاليم التي وجدت في تلك الجمهورية وورثتها الآن المملكة الهولندية القائمة. بالمنتهى الوطنية هي حالة لا تتعارض مع العمق الإنساني ولكنها ليست كوسموبوليتية، ليست عدمية في التعامل مع الهوية المخصوصة في إطار جغرافيا الوطن بامتداد التاريخ من جهة وبامتداد المعنى والدلالي الثقافي من جهة الوجود في جيل في مرحلة كما نحن في الوضع العراقي في الوقت الحاضر من 2003 حتى الآن. الحديث عن الوطنية في العراق فيه نمط من الازدواجية. نعم. اللفظية هي ما تسوق في إعلام عشرات القنوات الطائفية تسدد على الطائفية السياسية التي تحكم العراق، وهي طائفية بمرجعية خارج حدود السيادة الوطنية، خارج حدود الهوية الوطنية. هذا ما تم التثقيف به، تم التثقيف بأولوية ما يسمى المذهب، والحقيقة هو عمل طائفية سياسية وليس قضية مذهبية. بهذا التثقيف تم كسر معنى هوية ومحدداتها. بهذه الطريقة أوجدت مرجعيات هذه السلطة، أوجدت مرجعيات خارج الوطن وخارج إطار سيادة. الآن بعملية كسر حدود السيادة الوطنية وإيجاد مرجعية خارج هذه الحدود، استطاعت الطائفية أن تكسر الإرادة الوطنية في إطار الصراع الحركات السياسية. لكن هل استطاعت أن تلغي الإرادة الوطنية في الإطار الشعبي؟ هذا الأمر غير موجود في الحقيقة. ما هي مؤشرات الدكتور إذا سمحت عدم الفشل في كسر الإرادة المجتمعية في إطارها الوطني؟ أنت بدليل بدليل في 2011 إذا سمحت، في 2011 في 2015 انتفضت الإرادة الشعبية بانتفاض وطني، كانت هناك جموع الشعب متحركة بإرادة وطنية وبرفض للمنظومة الطائفية بين قوسين السياسية التي تحكم الدولة. نعم. التي تسطو على الدولة بطريقة البلطجة والنهب. الدولة والوطن بعامة، الوطن هو مجرد جغرافيا لدى هذا الإسلام السياسي وجناحه الذي يحكم باسم ولاية الفقيه بين قوسين. نعم. بهذا الأمر في الحقيقة أوجدوا نمط من الإزدواجية على مستوى الحركات السياسية المتسيدة بأداة هي البلطجة الميليشياوية، الجماعات المسلحة. نعم. عسكرت المجتمع فوقيا. أما في البنية التحتية فالشعوب لا يمكن أن تلغى، أن تمحى، يمكن أن تشوه، يمكن أن يفرض عليها قسريا. سنتحدث دكتور، أشكرك، سنتحدث عن ربما تماهي قسم من المجتمع مع هذا الخطاب الوطني ناسفا أو كاسرا الإطار الوطني، سنتحدث بعد الفاصل. إذا مشاهدينا الكرام نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا في طاولة حوار عن مفهوم الوطنية في العراق، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي تبحث في مفهوم الوطنية اليوم في العراق. ضيوف طاولة الدكتور رافع الفلاحي ودكتور عبد الحميد العالي، معنا من العاصمة الهولندية أمستردام الدكتور تيسير الآلوسي. دكتور، هذه القوى السياسية، قوى العملية السياسية وميليشياتها وفرق الموت حاولت أن تربط يعني على الأقل ظاهريا بين مشروعها السياسي الطائفي وبين الوطنية، قاصرة أنه هذا المفهوم فقط على نفسها، نازعة هذا يعني الوطنية من كل صوت أو موقف يخالفها. نجحت إلى أي حد كان نجاحها؟
أشكرك أستاذ ماجد. دعني أولا أقول يعني ربما تعقيبا على ما قال أو إضافة إلى ما قال الدكتور العلوسي قبل قليل، كان يتحدث عن الشعب العراقي اللي خرج في 25 شباط 2011 وما بعدها بتظاهرات، كان يعبر عن وحدة وطنية وإرادة وطنية. حقيقة أنت في أي في بيتك في وطنك يعني حتى تشعر بالانتماء أو تعتز بالانتماء بهذا الوطن بهذا البيت تحتاج إلى شروط، توفر شروط معينة. وفي كل الأوطان عندما توفر شعور بالأمان، توفر الحق، العدالة، الخدمات، تساوي الفرص، التصرف بالكرامة، كل هذه المفاهيم عندما تتوفر يزداد الاعتزاز بالوطن ويزداد القدرة أو الاستعداد للدفاع عن هذه المكتسبات، وتبلغ الوطنية أوجها. نعم نعم. المواطن العراقي شعر بفراغ من هذه القضايا، هو في بلد حريته مفقودة، سيادته مفقودة، كرامة غير متوفرة، حقوقه كمواطن غير متوفرة، خدماته غير متوفرة، انحطاط عام على كل مستوى، عدالة نعم. وحقوق وكل هذه، لذلك خرج. من دفعه للخروج والإطار العام، هذا الإطار الوطني أو كون الإرادة الوطنية، وهذه الحقوق المهدورة غير الموجودة دفاعا عن هذه وحدته. فإذا الوطن يحتاج إلى أن تتوفر فيه كل هذه الشروط لكي يتحقق شرط الاعتزاز بالوطنية والوطنية بهذا الشكل. هؤلاء عندما جاءوا من 2003 لحد الآن مسحوا كل هذه، العراق بلا سيادة، بلا حرية، حرية مرهونة، بلا كرامة المواطن، حقوق المواطن منتهكة، المال سائب، نعم. كل الأمور بهذا الاتجاه، فوضى في كل الاتجاهات. فالمواطن بدأت عنده هذه المفاهيم الوطنية ملتبسة جدا جدا. وأتي على ذكر من تصدر المشهد هي هذه القوى السياسية التي لديها كلها، لديها ميليشيات، هذه الأحزاب. هذه الأحزاب وهذه الميليشيات اللي خارجة من رحمها لديها مفهومها الخاص اللي تعتبره هو المفهوم الوطني، نعم. ولا مفهوم يعلو عليه، نعم. هذه الحقيقة. هم يعتقدون أن مفهوم المذهب، ما أخوة المذهب هذه اللي يتحدثون عنها واللي يعني أرضعتهم إياها إيران بهذه الطريقة، أن أخوة المذهب أفضل من أخوة الوطن، وهذا المفهوم هو اللي ينسف كل شيء. وما جرى دكتور في التظاهرات التي جرت في البصرة عندما قتلت الميليشيات متظاهرين وهم في من نفس المذهب يبدو، نعم. أيضا نسف، نعم نعم. فالمواطن أمام حيرة، وكانوا يتحدثون بهذه الطريقة، أنت هذا هو وطن، هذا مفهوم وطنيتك، هذا مفهوم حريتك، هذا مفهوم كرامتك، مفهوم مظلوميتك، نحن جئنا من أجلك بهذه الطريقة. لكن عندما وصل المواطن إلى مرحلة معينة، وأنت يعني جئت على ذكر البصرة والعمارة أو الناصرية، عندما خرج هؤلاء الذين يعتبرونهم حاضنتهم والذين جاءوا من أجلهم والدفاع عنهم ولرفع المظلومية عنهم، واجههم بالقتل. بل دكتور والأمر سمعت لقاطعة كانت تقدم أنه أحد قادة الميليشيات الذين مع الميليشيات لما ربما كان هناك إحساس أنه خرج قليلا عن المسار أيضا زج به في السجن. سأقول لك في هذه القضية، نحن لدينا حالة مضحكة مبكية في العراق، نعم. هناك قوى سياسية، أشخاص وقوى عامة، إذا ما فقدت امتيازات معينة ستذهب إلى الحديث عن الوطنية، عن الوطنية بطريقة فجة، طريقة تستغرب لها. قبل أيام كانت تدافع عن فكر وتوجهات وإطار يبعد عن الوطنية كثيرا، نعم. وتتهم الوطنية بأنها شيء مبتذل وليس هذا المفهوم الراقي اللي يفتهم المواطن، هذا ليس حقيقيا، هذا مفهوم رث ويجب عدم التعامل معه، ومفهومنا هو الصحيح. لكن عندما تسحب من تحت أقدامهم البساط يتكلمون، يبدأون بالوطن، وشاهدنا هذا، نعم. أعضاء مجلس النواب عندما لم يترشحوا لمجلس النواب بدأوا يتحدثون بلغة أخرى بوطنية، يحاولون أن يغازلوا الشعب ويخدعوا الشعب بهذا الكلام. مثل نفس الحال القضية الميليشيات، كثير من الميليشيات وآخرهم رجل ميليشياوي كنا قد شاهدناه، يعني هو جزء من هذه عملية القتل والسحل والذبح
والادعاء والدفاع عن كل المفاهيم التي تعارض أو تناقض الوطنية. نعم. وصل به الحال إلى أن يقف في الناصرية أمام سجن الناصرية. نعم. وكنا شاهدنا هذا، وكان يتباهى بهذه القضية هو وميليشياته. نعم. هناك مجموعة من المحكومين بالإعدام، إن لم تنفذوا سأدخل للتنفيذ أنا. نعم. واتصل به رئيس الجمهورية، واتصل به رئيس البرلمان في وقتها، واتصل به رئيس الوزراء لكي يهدئوه ويطلبوا منه التوقف قليلا. نعم. لكي ينفذوا له ما أراد. نعم. اليوم يتحدث بلغة وطنية. نعم. أنه هذه ميليشيات وكان لا يقبل حتى الحديث عن إيران. نعم. ولا أحد يتحدث عن وأخوة المذهبية قبل كل شيء وبعدها لا شيء. نعم. اليوم يتكلم بلغة وطنية، عندما أزاحوه قليلا بدأ يتكلم بلغة وطنية. هذا هو المفهوم الملتبس. المواطن عندما يستمع هذه يضحك ويبكي في نفس الوقت، أنه هؤلاء الذين يضحكون على الناس بلغة الوطنية الآن هم من مزقوا الوطنية، من داسوا الوطنية بأقدامهم ومنعوا من المواطن حريته، منعوا استقلال البلد، فسدوا في أمواله، خاضوا في دماءه، رهنوا إرادة البلد وهويته إلى أجندات خارجية. والهوية الصغيرة هي كانت عندهم المحببة وهي التي تعلو على كل شيء. ما حدا مما بدأ الآن. نعم. يعني دكتور، في المرحلة السابقة، في السنين السابقة، ربما كان هناك تماهي لقسم من المجتمع مع هذا الخطاب، هذا الخطاب الطائفي، وإن غلف وكان حتى خطابا طائفيا فجا يعني بصورة أوضح. الآن ربما ممارسة طائفية بغلاف وطني. هل تعتقد أن المجتمع الآن مصغي، معطي آذانه كما كان سابقا الآن لهذا الخطاب بغلاف وطني وبفحوى طائفي، الطائفية السياسية كما يركز عليه دكتور الآلوسي؟ هل تعتقد أنه لازال هناك سوق لهذه البضاعة من قوى العملية السياسية وميليشياتها؟ يعني قبل أن أيضا أجيب، أكمل على ما ذكره الدكتور رافع. نعم. ككل المفاهيم المضطربة والمغلوطة في العراق، أيضا سلم الولاء عند هؤلاء السياسيين أيضا مقلوب. ممكن. يعني بدل أن يكون الولاء أولا للوطن ثم بعد ذلك يكون للمذهب وللحزب وللشخص، هنا رأينا أن هؤلاء، طبعا ليس عند الناس، عند هذه الطبقة السياسية المصلحة الشخصية هي مقدمة على مصلحة الحزب، ومصلحة الحزب مقدمة على مصلحة المذهب، ومصلحة المذهب مقدمة على مصلحة الوطن. لذا رأينا في تصرفاتهم السابقة كيف مثلا على سبيل المثال المالكي قاتل الحزب نفسه وشق حزبه من أجل مصلحته الشخصية، وكيف أنه رأينا في الانتفاضات والمظاهرات السابقة كيف أنه هذه الأحزاب تتقاتل فيما بينها وتقتل شعبها من نفس الطائفة ونفس المذهب لأن مصالحها. هذه كلها من ضمن الاضطرابات التي هم يريدون الوصول إليها، لأنه مصالحهم الشخصية مقدمة على كل مصلحة أخرى. الشعب اليوم، نحن ذكرنا في مرات سابقة أنه مستوى الوعي يتزايد ويتصاعد في تصاعد، ومدلول هذا التصاعد رأيناه في هذه التظاهرات التي بدأ الشعب العراقي يترك هذه السلطة وأحزاب السلطة ويتخلى عنها ويكشفها، وكثيرا من الخطوط الحمراء التي كانت عند كثير من أبناء الشعب العراقي تسمى خطوط حمراء ومقدسات وغيرها، بدأ الشعب العراقي يفضحها بعد أن انفضحت وانكشف أمرها، ولا يوجد اليوم هنالك خط أحمر عند أبناء الشعب العراقي، فكسرت هذه الحواجز. حاجز الخوف حينما يكسر هو أهم قضية أو أهم سلم من درجات ومن خطوات ومن طريق التغيير. لذا نرى اليوم وعيا متصاعدا، لكن نعترف ونقول ليس الكل. نعم. ليس كل أبناء الشعب العراقي قد وصل إلى هذا الوعي، لا تزال هنالك فئة. فهؤلاء السياسيون حينما لا يزالون يعزفون على هذه النغمة ويستخدمون هذه الشعارات ويصرون عليها، ومنهجهم بعيد كل البعد عن هذه، عن المنهج الوطني، فإنهم يراهنون على هذه الفئة، فهنا يستمر الصراع بين الحق وبين المفهوم الحق وبين أبناء الشعب العراقي وبين القوى الوطنية وغيرها وبين هذه الأحزاب، أحزاب السلطة التي تسعى إلى مصالحها. ولكن هذه المعركة في الأخير إن شاء الله تعالى لن ينتصر إلا الحق بإذن الله تعالى. نعم. دكتور تيسير الآلوسي،
أي مخاطر تحملها عملية ربط مفهوم الوطنية بالسلطة، بأيديولوجية السلطة، بحيث تكون أيديولوجية السلطة الحاكمة، أي سلطة ومنها طبعا العراق، تقطر الوطنية وراءها، تضفيها على من تحب وتنزعها ممن تكره؟ شكرا. بالضبط، يعني الآن هذا السؤال يركز على إشكالية الوطني بين الحقيقة والادعاء. الآن السلطة السياسية في العراق هي سلطة طائفية سياسية، بمعنى أنها سلطة ذات مرجعيات خارج إطار حدود السيادة الوطنية وحدود الهوية الوطنية، وعليه فما تأخذ من الوطنية لمغازلة من يتبعها في إطار المذهب، لكن ببعد طائفي وليس ببعد مذهبي. المذهب وكل المفردات الأخرى، كل الموجودات الأخرى في الإطار الوطني، هي مجرد أدوات اتجار من أجل الوصول إلى نتيجة معينة. الآن هذه السلطة الطائفية في الحقيقة تختزل المفاهيم بجملتها بتنوعاتها، ومنها مفهوم الوطنية في الحكم السياسي، بمعنى أنه هنا تنشأ ديكتاتورية النظام السياسي بطريقة من الطرق، سواء بطريقة الدكتاتورية الفردية ورأس الفردي، أم بدكتاتورية العسكرة الميليشياوية كما يجري اليوم. في مثل هذا النظام الموجود في العراق هناك تركيبة تجتر نظم ما قبل الدولة الحديثة من جهة، وتشتغل بطريقة تركيز على الموازنات أو الميزانيات التشغيلية للاستثمارية. دكتور، هذا النظام، هذا النظام عندما صممه الأمريكيون أرادوا منه أو أرادوا له أن يكون قدوة وأسوة للأنظمة الدكتاتورية في المنطقة، يحتذى به. كيف أرجع، يعني رجع إلى أنظمة ما قبل نعم. الآن اسمح لي أولا، بالنسبة للاحتلال الأمريكي كسر منظومة الدولة الحديثة في الإطار العراقي، سواء اتفقنا أم اختلفنا بمفهوم وجود دكتاتورية وطاغية، ولكن مؤسسات الدولة جرى كسرها، وأولها المؤسسة العسكرية الأمنية التي يمكن أن تنظم سلطة القانون. الوطنية لا توجد إلا بقيم قانونية وبفكر سياسي محدد الهوية، أما بالطريقة الموجودة في الوقت الحاضر بعد كسر وجود مؤسسة عسكرية أمنية تحفظ السيادة الوطنية، تحفظ حدود الهوية الوطنية سواء الخارجية أم الداخلية، جرى تسليم الأمر إلى بديل هو المنظومة القيمية السائدة في الوقت الحاضر، هي وهي طائفية سياسية بامتياز، مرجعيتها تحديدا في طهران. الآن القضية من بالمباشر. نعم، بالمباشر وبوضوح. نعم. الآن لا يستحي ولا يخجل قائد الميليشيا، إذا جاز أن يسمى قائد، بلطجي الميليشيا الأول، نعم، لا يستحي من أن يقول أنا أأتم بولاية فلان أو علان ممن يراه فقيها وأراه سفيها، ولا يتردد عن إعلان هذه الحقيقة. ربما أثناء الانتفاضات الشعبية عندما تقترب من ظروف معينة وضغط معين وجدناهم يعتذرون ويقدمون الانحناءات للشعب، ولكنها مناورات ومراوغات. لكن دعني أعود إلى جوهر قضية الوطني في العراق. نعم. الوطني والوطنية في العراق الآن، المنظومة السياسية قائمة على تعطيل عجلة الاقتصاد من جهة، إشاعة الاقتصاد الريعي القائم على الموارد الطبيعية وإعادة توزيعها كمغانم بين الحاكمين، وهم بالحقيقة مجموعة من نهاب الوطن ونهاب حتى رؤوس أبناء الشعب يقتسمونها فيما بينهم، بدليل أنهم يضعون عدد الأصوات التي تزكي طبقة الكريبتوقراط، طبقة الفساد الحاكمة في العراق، فيما يسمى البرلمان، يوزعونها بطريقة أرقام تمثل
كذبا الوضع الشعبي العراقي وهو غير صحيح كما معروف. الآن في مثل هذه الثقافة التي تشيع وهي ثقافة استهلاكية، الفرد يصبح معزولا، يصبح محاصرا مطاردا في لقمة عيشه من جهة، وفي كرامته شخصه عائلته ومقترباته. هنا تتكسر كل الهويات المعاصرة لوجود مواطن في دولة المواطنة، هنا تتكسر الأمور لصالح ما يسمى المكون المذهبي، وهم أصلا يتاجرون بالمذهب. نعم. فهم يبحثون عن تكريس التخندقات الطائفية بحكم أحد الأجنحة التابع لجهة خارج السيادة الوطنية. نعم. إذن هنا الوطنية تضيع ولا تتشوش نظريا، تضيع بالكسر العسكري الأمني بعسكرة المجتمع بواسطة الميليشيات. هذه هي المفاهيم الأساس. شكرا دكتور تيسير لالوسي الأكاديمي والخبير في الشؤون السياسية، كان معنا من العاصمة الهولندية أمستردام، شكرا جزيلا. دكتور رافع الفلاحي، ذكر الدكتور الآلوسي أن السلطة أيضا تحاول أن تغازل المجتمع المحب للوطنية برفع هذه الشعارات، ذكرت الشعارات ومسميات. هل تحتاج السلطة وهي المدججة بالميليشيات بفرق الموت بالسلاح، مدججة بالتأييد الإقليمي وأيضا الدولي، تحتاج لمغازلة المجتمع؟ قبل أن أجيبك على هذا وسؤال مهم، أريد أن فقط أن أعقب على ما أو أضيف إلى ما قال الدكتور الآلوسي حول المؤسسة العسكرية، جاء على ذكر المؤسسة العسكرية. المؤسسة العسكرية في العراق وفي كل دول العالم ليست وظيفتها فقط، وهي وظيفتها الأساسية، أن تحفظ الأمن، تحفظ السيادة، الحدود، هذه وظيفتها كمهمة لمؤسسة عسكرية. لكن في العراق وفي كل دول الدنيا ولدينا التجربة العراقية، مؤسسة وجودها كان من عماد قيام الهوية الوطنية والإرادة الوطنية والشكل الوطني، المفهوم الوطني. عندما يكون التجنيد إجباري للجميع، عندما كان التجنيد إجباري من تأسيس الدولة العراقية فما بعدها اتخذ التجنيد الإجباري لغاية 2003 عندما وقتنا ضيق دكتور. نعم، جاوبنا بشكل سريع. هذا عندما ضاع هذا المفهوم كان ابن الرمادي وابن البصرة اثنين يدخلون إلى الجيش. نعم. ابن الناصرية وابن الموصل وابن الديوانية، لا يستطيع أحد أن يقول أنه هذه المؤسسة مقتصرة على ابن الجنوب وابن الغربية لا يدخلها، خريج غير خريج، كل يجب أن يمر بهذا ويخدم الوطن بهذه الطريقة. نعم. بعد هذا صار الجيش، وهذا ما فعله الاحتلال، جيش تعاقدي محصور لفئة معينة لمذهب معين، ميليشيات معينة، بدأت بهذه الطريقة تحول المؤسسة هذه إلى هوية خاصة، هوية فرعية، هوية صغيرة ليس لها علاقة بالهوية الوطنية الجامعة. وعندما تجري عمليات عسكرية يحمل في المدن أننا حررناكم وأنه إحنا أن فضل عليكم، ولا كأنه هذه المؤسسة للوطن كله، وإنما هذه الحقيقة. وكان نعم. سؤالك عفوا أنه السلطة هل تحتاج أن تغازل المجتمع؟ نعم. وهي المدججة بكل الأسلحة ويعني أدوات البطش، هي تحتاج. هو الشعب يشكل هاجس خوف بالنسبة لأي سلطة في الدنيا. نعم. سواء كان بوعي منهم أو غير وعي، هم يعرفون أن هذا الشعب عندما يخرج بالتظاهرات، عندما يخرج هو يعني ربما مفتاح الحل. نعم. وهو قادر أن يقيم ثورة لا تحتاج إلى دعم خارجي ولا تحتاج إلى قوات عسكرية ولا تحتاج حتى إلى سلاح. ثورات في كل الدنيا تقوم بها الشعب ويسقط فيها حكومات، هم يحاولون تدجين هذا الشعب، محاولة الضحك على هذا الشعب بهذه الشعارات اللي تحدثون عنها. لكن وصل، أنا أعتقد الآن وصلوا إلى سقف معين غير قادرين أن يخدعوا الشعب. الشعب ما عاد يعني مثل الإسفنجة هذه التي تجمع الماء، وصلت إلى مرحلة لا تجمع بعد، لا يستطيع الشعب أن يتحمل هذا الكلام، لا يستطيع. بعد أن كشف كل ألاعيبهم، أفعالهم دلت على أنهم خارج مفاهيم الوطنية هذه اللي يتحدثون بها، وما يتحدثون فيه عن الوطنية هو كذب وادعاء باطل. نعم. دكتور عبد الحميد العاني، يعني هل كان متخيلا أو أن السلطة تتخيل أنها هذا الربط القسري بين الوطنية وبين مشروع طائفي قومي عرقي، أن هناك عملية ربط هذا القسري؟ تتخيل هذه السلطة أنها ستنجح في هذه المزاوجة يعني التي على النقيض؟
هي بالبداية يعني ذكرنا ربما أيضا في حلقات سابقة هذه أحزاب السلطة ليس لديها لا الخبرة ولا الأيديولوجية السياسية الحقيقية، هي أدوات لتنفيذ مشروع وهي تفكر باتجاه واحد، تحقيق مصالحها الشخصية ثم أيضا تحقيق إرادة المحتل أصحاب المشروع. هم ينظرون إلى الوطن على يعني أنه سنة بعدهم لا يزالون على ذات النهج، لا يزال يعني هذا منهجهم، هذا عملهم، والشعب الآن واعي لهذا، أنهم باتوا هؤلاء ينظرون إلى الوطن على أنه خادم لهم، خادم للسلطة، وليس السلطة تخدم الوطن. رأيناهم ونراهم والشعب الآن يراهم وقد افتضح أمرهم أنهم اتخذوا من المواطن شاهد زور لتبرير وجوده وبقاء هذا في السلطة بما يسمى الانتخابات التي هي مسرحية من المسرحيات الهزلية المبكية المضحكة المبكية. والمشكلة هنا أن المواطن الذي يشهد الزور هنا يشهد الزور على نفسه، لأنه يشهد زورا على استمرار هؤلاء في السلطة، واستمرار هؤلاء في السلطة معناها استمرار الظلم والفساد والنهب وغير ذلك وبقاء المآسي على الشعب العراقي. لذا حان موعد أنه يتزايد هذا الوعي ويدرك الأمر جميع أبناء الشعب العراقي أنه تشخيص الواقع هو هذا، والتغيير يجب أنه يكون لتغيير حقيقي ومعنى مشروع وطني حقيقي وليس مزيف. شكرا دكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين كان معنا هنا في الاستوديو، وشكرا أيضا للدكتور تيسير الألوسي الأكاديمي والخبير في الشؤون السياسية كان معنا من العاصمة الهولندية أمستردام. نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود مع دكتور رافع الفلاحي لنسمع منه خلاصة النقاش في هذه الحلقة. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. دكتور، بعد حوالي أكثر من 15 سنة من مشروع الغزو الأمريكي السياسي وهذا التشويه والتزييف لمفهوم الوطنية أو ربطها بالسلطة، هل تعتقد أن مفهوم الوطنية الآن في طور التعافي يعود إلى مفهوم الحق على الأقل في نظر المجتمع الآن، وأنه ثمة بون شاسع الآن بين قوى السلطة وبين هذا المفهوم التي حاولت أن تستخدم صوت يعني ضد معارضيها والمناهضين لهذا المشروع؟ في قضية السلطة يعني ومفهوم الوطنية هذا دعنا منه، لأنه هؤلاء لا يأتون بمفهوم حقيقي ومفهوم يفيد البلد، هم يريدون أن يبتعدوا عن هذا. الشعب هو من يضع الآن المقارنة، هو غياب مفهوم الوطنية قد جرى البلد، وهو يعرف هذا تغييب مفهوم الوطنية تغييب نعم. قد جرى البلد إلى الاحتراب وإلى الخراب. نعم. هو يرى هذا الموضوع من نحو يعني قريب ما يقرب من 16 سنة. هو الضحية كان. هو الضحية. نعم. قتال، نهب، فساد، خراب، ضياع في كل شيء، احتراب قوي وخراب قوي. فبالتالي المقارنة لديه الآن جاهزة. الآن هو يرى الصورة واضحة، يرى صورة الخراب وما جرته عليه تغييب هذا المفهوم، تغييب المفهوم. يعني ارتفاع مفاهيم الهويات الصغيرة والهويات المذهبية لم يجر عليه إلا الخيبات وإلا الندم الكبير والمآسي الكبير. فبالتالي هذه المقارنة دفعت وعي الشعب إلى يعني بدأ يفرق بين مفهوم الوطنية من وجهة نظر السلطة والمفهوم الحقيقي. بالتأكيد، لأنه الوضع عملي الآن. نعم. هو يشاهد كل شيء على أرض الواقع.
يشاهد أنه هذه عندما غابت هذه المفاهيم كيف وصل الحال. أشكرك. هو لكي يسترد الحال الطبيعي، يسترد كرامته وحريته والعدالة والتساوي الفرص ووطن مزدهر وحدوده وثقة بالحاضر والمستقبل، يحتاج إلى مفهوم واحد يوحد الجميع، وهي المفهوم الوطني والهوية الوطنية الجامعة. شكرا دكتور، نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم. شكرا جزيلا.